اليوم اجى الشيف يشار ليكفي حركاته الرياضيه وينحف جسمه ويزبطه. كيفك شيف؟ بونجور. انا كثير كثير محمس فانيسا، يا ريت تبلشينا بالحركات على بكير لانه انا هيك منشط كثير اليوم وحابب اعمل عم بتعيد الحركات اللي عم نعملها على طول بالبيت. كثير بريحه وكثير عم بحس حالي مرتاح وفعلا عم بحس حالي جوعان دائما من بعد السبور. شو السبب؟ طبيعي لانه الجسم بيحرق كثير وحدات حراريه، ومن هون لازم نقول انه كثير مهم من بعد الرياضه دغري تشرب يا كوب لبن كبير يا كوب حليب كبير، اكيد قليل الدسم. قليل دسم حاضر نجرب، يا قليل يا بلا دسم بيكون احسن كمان. اوكي عظيم. لكن اليوم رح نعمل حركه هينه وصعبه بنفس الوقت لسبب انه الاشخاص اللي عندهم وزن زايد بيبقى عندهم ضيق ببعض الحركات بسبب الحجم يلي ما بيخليهم يتحركوا بسهوله. اليوم رح اعطيك حركه رح نساعدها شوي شوي تدريجيا حسب قد ايه بتحمل. يلا فينا نبلش. ايديك ورا الرقبه. يلا نجلس مزبوط. بدنا نبلش نعلي الجنو الركب. طلوع طلوع. نعمل شيء 15 مرة. لكن مثل ما شايفين البطن بيزعج، مشان هيك يعني بنجرب قد ما في الشخص يعمل هالحركة بلا ما يكون كتير مزعوج بيعملها. عم تعد لها 15. ايه تنفس منيح. 9 10. انا بعد لك. تنفس. 3 2 1. عزم نمشي ريح. رح نصعب شوي الحركة. هلا رح نعملها عن جنب لكن نفسها الحركة، بس بدل ما يكونوا الركب لقدام عم يكونوا الركب على جنب. اوكي بنرجع نحط ايدينا ورا الرقبة. يلا ويلا جنب هون جنب. اوكي انتبه تتفركش. زين تنفس. ايه فرجي المشاهدين. نعمل 15. 5 6. عمهلك 7 8 9 10. 5 4 3 2. هلا ارجع عن قدام لقدام كفه. هنعمل 5. تخلص 5 وبدك تعمل كروس، يعني بدك تجيب كوعك صوب الجنوب. جنوب. اوكي يلا يلا 1 good 2. دونك مثل ما منتبهين كمان مزعجه لهالمنطقه لان بيبقى فيه الحجم، بس ما عليه بنجرب قد ما فينا. عظيم. بنكفي بنكفي بعد 3 3 2 very good 1. عظيم. نسل ايديك نمشي بقدنا. مثل ما شفتوا اجمالا الاشخاص اللي عندهم وزن زايد خليك عم تمشي لتريح بيتعبوا بسرعه بيعرقوا بسرعه لانه في دهن زايد لكينا والحركه بتبقى اصعب. ما فينا نتطلب منهم يعملوا ساعه فرد سحبه. نعمل ستريتش. ناخذ نفس. رجع عيد. ناخذ نفس. ندهر نفس. عظيم. بعد مره لكن ما فينا نطلب منهم يعملوا اكثر من 10 دقائق ربع ساعه باول فتره لحد ما ينزلوا الوزن بيصير فيهم يعملوا اكثر. برافو. في شعر. Stay fit.